مش عايز السياسه، هو احمد مثلا سياسي والله رياضي، ده كل يوم عمال يسبب من السياسه. والله يا احمد انت بتعمل فتنه في البلد، مع احترامي للنادي الاهلي وبطولاته وجماهيره ومجلس ادارته، اللي تعمله ده بتضر النادي الاهلي زي ما انت بتضر الدوله في السياسه. وترقص ايه ده ايه ده؟ ده انت معدي 70 يا راجل عيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا النقطه. اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما هي حاطط موبايل في وشي بتصور موبايل، هو لازم يقع. طب نزل عشان على قد بقى، لا مش على قدك، نزلها عشان ولا انت نزلها براحتك، انت خد راحتك ونزلها ما يعني تقلقش، انا معاك عشان تقدر تنقل الصورة صح. نزلها شوية، ما تقولش على قدك، انت جميل ومحترم. بشكر ربنا سبحانه وتعالى، ما حدث هو معجزة إلهية والله العظيم، لم ولن تتكرر إلا مع الناس المتقين. ليه المتقين؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول اتقي ربنا هتلاقي مخرج واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، لا مش بس اتقي ربنا. الناس دي ما اتقتش ربنا، فهنتكلم بالتفصيل دلوقتي. أولا شكر ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا شكر لأعضاء الجمعية العمومية. هوريك دلوقتي فيديوهات، ربنا سطر في اليوم ده من البلطجية، والله ربنا اللي سطر. أنا لما شفت الفيديوهات أنا كنت واقف في جزء صغير، ما شفتش النادي كله. هوريكوا قلة الأدب والسفالة والتطاول لغاية النهاردة. تطاول على حساب رئيس الوزراء، على حساب وزير الشباب، على حساب وزير العدل. لغاية النهاردة منزل بوست بيهدد الدولة بالإرهاب. هذا الولد هنشوف دلوقتي هو عمل إيه. فجماعة عمومية محترمة، رجال وستات محترمين ومحترمات، أشكرهم جدا. مهما أقول أنا ممتن ليهم، حتى اللي ما ادانيش صوته، لأن أنا صاحب الدعوة اللي دعوه مرتضى منصور، اللي شاف ان انا لا اصلح اهلا بيه ده صوتك، واللي شاف ان انا اصلح اهلا بيه ده صوتك. المهم الناس جت، انا راهنت على الجمعيه العموميه الحمد لله وكسبت الرهان، لان انا كنت واثق في الجمعيه العموميه المحترمه. اثنين بشكر كل جماهير الزمالك المحترمه كلها بلا استثناء، توحدت خافت على ناديها من الفساد والبلطجه والسرقه. بشكرهم جدا جدا جدا، الجماهير اللي خافوا على ناديهم ودعموا في كل الصفحات. بشكر اعلام الزمالك اللي مش رسمي بس هو الاعلام المحترم، مش اعلام ابو العيله وخالد غندور صاحب الزعلانين. هنقول لكم دلوقتي عشان الاخ بتاع الرقابه بتاعك بيقول لك ايه، لا ده الشركه الراعيه هي اللي تقول مين يمشي، او اعلام المتحدين ما اعرفش الاعلام اللي موجود يعني الامن. بقول يا ابني رئيس مجلس اداره القناه هو مرتضى منصور، وسيبك خالد بقى من اصل الكيان، احنا ورا الكيان. والواد التاني يقول لك بقلة ادب، شتم يعني هتربى، هتربى بالقانون. انا مش شغال عند حد، انت شغال عندي. هو النهارده مدير الامن هنا او مدير النشاط الاجتماعي لما اقول له اعمل حاجه يقول لا مش هعملها، مش شغال عندك. وانت شغال عند مين؟ عند الحاجه؟